كملين معكم صباحنا مشاهدينا، ورح ننتقل لفقرتنا الأولى. من المعروف أنه السكريات هي ضرورية للجسم ولا بد من استخدامها، ومو دائما سيئة مثل ما بنسمع عنها، فهي ضرورية لإنتاج الطاقة اللازمة للحركة والنشاط لحتى يقدر الشخص يكمل بقية نهاره بالنشاط والحيوية. ولكن سوء استخدامها واستهلاك السكريات والحلويات أكيد له آثار ضارة يا سلمى. أكيد عفاف، واليوم رح نتعرف أكثر على هذا الموضوع وعن أضرار السكريات مع ضيفنا دكتور قصي زير، وهو اختصاصي بطب الأطفال. يسعد صباحك دكتور قصي، وأهلا وسهلا فيك. صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين، وإن شاء الله من عاد عليك طبعا كل عام وأنتم بخير ووطننا الحبيب بكل خير. يسعد صباحك دكتور. صباحك ورد. خلينا بالبداية نتعرف على السكريات للأطفال، أهميتها ويعني وسيئاتها بنفس الوقت. مبين عليك بتحبي الشوكولاتة وبتحبي السكريات من أول في حدا فهو السكريات شوي عليها إشارة استفهام، لأنه هي الطعام يلي الكل بيحبه. يعني الحلويات ما في حدا ما بيستمتع بأكل الحلويات، فلذلك يعني هي بدنا نعرف نحن شوي على هامش معين انه نخفف من السكريات بما نستطيع لما لها من اضرار. الانسان الجسم ان كان كبير ولا طفل بحاجه لسكريات، لبروتينات، لحمود، اطعمه دسمه، بحاجه لتنويع من يعني المصادر الغذائيه. لازم تحوي حموض أمينية، حموض دسمة، لازم تحوي فيتامينات، لازم تحوي شيء لي يساعد على نمو الطفل واستمرارية الحياة عند الكبير. هلأ من عند الأطفال بدنا نحكي، السكريات عليها هاجس كتير، ومنلاقي نحنا إذا بدنا ندلل أولادنا منجيب لهم سكريات أو حلويات أو عصائر سكرية أو ما شابه ذلك. فهون نحن حبيت أنا أنه يعني شوي ننوه عن هالشي الزايد أخو الناقص. في الدول الأوروبية حالياً عم يسعوا للمناشدة بعدم أعطاء السكريات البسيطة، السكر الأبيض اللي نحن بنستخدمه، أو سكر القصب السكري أو السكر اللي بأنواعه، أنه يحاولوا ما يستخدموه قبل عمر السنة وثمانية أشهر أو السنتين. هلأ هذا شيء صعب إلى حد ما أنه يطبق في مجتمعات، يعني لحد الآن العادات والتقاليد ما بتخلينا فينا نطبقه، لكن لازم التخفيف من السكريات البسيطة بما نستطيع. السكريات البسيطة مثل ما قلت لك، إضافة مادة السكر على المواد الغذائية هي لها كتير أضرار إذا بدنا نعدها. هلأ يعني بحسب البرنامج فمنلاقي أنه لها أضرار. السكر البسيط الأطفال إذا أخذوها من خلال مصاصة أو من خلال شوكولا أو من خلال بسكوت محلى بالسكريات أو أطعمة حلويات محلى بالسادة، هذا السكر أول شيء بينترك آثاره على الأسنان وبيعمل تسوس وبتذوب الأسنان، وممكن تؤثر على صحة الفم والأسنان عند الأطفال من بداية حياتهم. السكر كمان بيعمل يعني إذا أخذ كميات كبيرة من السكر بيخليه يشبع من السكريات، فما بيخليه يأخذ المواد الغذائية الضرورية لنمو الطفل، فبيأثر على نمو الطفل، بيأثر على عدم إعطاء الطفل مثل ما قلت لك المصادر الغذائية الأخرى اللي بتساعد على النمو مثل الحموض الدسمة والحموض الأمينية. السكريات بتخفف من امتصاص الكلسي اللي هو كمان بيساعد على نمو الهيكل العظمي عند الطفل بالشكل السليم. المغنيسيوم بيخف عنده اللي هو أحد الفيتامينات، بتساعد كمان على النمو المغنيسيوم على يعني نشوء بعض الإنزيمات أو التشنجات العضلية أو نمو العضلات، أو يعني كمان بيساعد. إذن السكريات له كتير أضرار، ممكن البدانة ويصير عنده مرض سكري. السكريات ممكن تعمل كمان تأثيرات على النمو العقلي عند الطفل، لأنه أنت عم تعطي سكريات طاقة سريعة، هي طاقة عم يأخذها الطاقة من نوع مصدر واحد وبعدين بتخف هالطاقة هاي، فهذا الشيء بيأثر على استقلاب الجسم كلياته،
ممكن يؤدي لتشحم بالكبد، يمكن يؤدي إلى اضطراب بخلايا البنكرياس، ممكن يؤدي إلى اضطرابات في العضلة القلبية. إذن السكريات بالعموم إكسار منها هي إلى أضرار يعني ومخاطر في مستقبل حياة الطفل، فهذا الشيء بيخلينا دائما ناشد الأهل أنه يخففوا من الحلويات والسكريات للأطفال. يعني هلأ بالعيد أكيد الأهل إذا بدنا نشتروا لأطفالهم كليات الأنواع الشراء هي أطعمة ذو سكريات وشحوم ضارة، إذا بدها تتكون مع بعض المواد الثانية شحوم يعني مشبعة ضارة قد تكون، فهذا الشيء بيؤدي إلى خلل في نمو الطفل، خلل في بعض الأجهزة في الجسم. هذا الشيء ممكن ما نشوفه على الفترة القريبة في حياة الطفل، ممكن نشوفها في حياته المستقبلية. طيب دكتور قصي، حضرتك حكيت عن كتير شغلات هي فعلا تساؤلات ببال الناس، انه هل الأكل السكريات للأطفال ممكن يأثر انه هن ينصابوا بمرض السكري او لا؟ هل هي احتماليات كتير بيفكروا فيها الأهل، وهي معادلة صعبة اليوم انه انا اي ساعة لازم امنع ابني من أكل السكر؟ باعتبار نحن بنعرف الأطفال هن طول ما هن فايقين بيضلوا عم يتحركوا، هي الحركة والركض هل بترفع من مستوى الاستقلاب عند الجسم أو لا؟ هي عملية مختلفة مشان ما نخلط، بنقول مدام الولد مثلا عم يركض معناته هو عم يحرق، وهي في فرق بينه وبين عملية الاستقلاب، فإذا بتوضح لنا هالأمور. أكيد الطاقة لازم ياخدها قلت لك من مصادر عدة طبيعية يعني. وطبيعية. هلأ السكر نحن فينا نستغني عنه ونعطي للطفل الفواكه السكريات بالفواكه إلى حد ما ليست ضارة مثل السكر بصناعة الحلويات للأطفال، فإذا نحن نعتمد على الفواكه يعني باعتدال وليس كمان بكميات كبيرة. أكيد حركة الطفل بحاجة لطاقة، والطاقة مصادرها مثل ما قلنا بيعتمد الطفل أكثر شيء على أنواع اللي هو بيحبها. للأسف نحن الأهل عنا بهمهم أنه الولد يأكل، فبيجيبوا له أكلات طيبة، بيجيبوا له شغلات بتأثر على نمو الطفل، ما بيعتمد الطفل على الفطور الصباحي المنوع من مصادر غذائية منوعة، من مثلاً الزيوت، الزيت وزعتر، من الجبنة، من اللبنة، من مصادر يعني مفيدة للجسم تعطيه الطاقة اللازمة وبتعطيها بشكل ما يأثر على صحة الطفل. بيعتمدوا على يعني حتى المربى والمعقود، حتى زيادة العسل مضر للأطفال. يعني نحن نمنع أعطاء العسل قبل عمر السنة خوفا من نوع من التمصيات الجرثومة اللي ممكن تؤدي إلى الموت الفجائي عند الأطفال. الأهل كأنه فاكرين أنه العسل هو الغذاء السحري للطفل وهو اللي رح يعطيه الذكاء وهو رح يعطيه، لا، هو منضيفه للطعام لكن منضيفه باعتدال، مو كل يوم معلقتين الصبح ومعلقتين الظهر ومعلقتين المساء، سكريات هي. إذن دائما جهل الأهل بمصادر التغذية للطفل بتخليهم يؤثر على صحة الأطفال ونموهم. يعني بيجي لهم حفيد جديد بيت الجد بدهم يدللوا، بصيروا بيجيبوا الجاتو وما شابه من الحلويات الضارة، لأنه نوع الشحوم الموجودة في هالحلويات ضارة، نوع السكريات الزايد كمان مضر، نوع الدسم المحطوطة كمان مضر. إذن يعني ناكلها لكن الإكسار منها، يعني بياخذوا للطفل هون حلويات، هون جاتو، هون ما بعرف شو، هون عصائر كلياتها عبارة عن سكر وشوية صبغة وشوية منكهات. فإذن نحن من الدلال عم نعطي أطفالنا مصادر من الطاقة أو مصادر من التغذية قد يكون خاطئ ومضر لصحة الطفل لنموه السليم. أكيد كثرة السكريات إذا عند الطفل مورثات السكر، ونحن مجتمعنا الشرق أوسطي عندنا مورثة السكر موجودة بأكثر العائلات، فأي هاجس خلايا البيتا لانجرهانس الخلايا البنكرياس تتخرب بسرعة، إذا الإنسولين صار ياخذ ويعطي ياخذ ويعطي، فالخلايا بتصير عندها إنهاك وممكن يصير مقاوم للإنسولين مع البدانة يلي بينبسطوا الأهل فيها عند الأطفال، ومن ثم يتحول إلى السكر الشبابي أو السكر الكهلي عند الأطفال بسبب عدم انتظام الغذاء السليم من بداية حياة الطفولة عند هالطفل. أوكي دكتور، أوقات بيكون كمان الأمر بالعكس، في أهل بيكونوا كتير حريصين على
اتباع نظام صحي لاولادهم، وبيكونوا نوعا ما من هنا وصغار عاملين لهم حميه وعم يعملوا لهم كل الاشياء الصحيحه لحتى انه ما ينضر بهي الناحيه. بس وقت بيوعى الطفل بصير ما بقى الاهل يقدروا يعملوا هي الضوابط عليه لحتى انه ما يكتر هي الحلويات او الشوكولا، وخصوصا هلا كمان فتره عيد او بهي الفتره فتره الاعياد تلاقي الاطفال ما بقى عندهم ضوابط على شيء نهائيا، حتى الاهل بذات نفسهم ما بيقدروا يضبطوا اولادهم. هلا سلوكيه الطعام هي السلوكيه كيف بتعودي ابنك انت؟ هي السلوكيه انت بس سيطرتي، الطفل هو عباره بتعود بالفطره، كيف انا بعود ابني بيصير. فايام الدلال الزايد انا عم عوده على الخطا، ما في طفل بيجيك وهو خطا، لا. الطفل هو كيان رباني نزل لعندك، وانت كأم كأب كعائلة بتعلموا العادات الغذائية الصحيحة. أيام بيقولوا مورثة، إيه الأم إذا ما بتحبها الأكلة الولد بيصير ما بيأكلها، لأنه هي سلوكي تعلمته أنه ما يأكلها. الأب إذا ما بيحب الأكلة بيمنع الأم تطبخها فبيصير. إذا الطفل يتعلم سلوكية الغذاء من خلال العائلة تبعه. العاطفة الزايدة غلط. هلأ إذا الأهل علموا ابنهم نظام غذائي صحي سليم وبقدرتهم التربوية السلوكية أنه أكيد ما رح أنا أقول له ما يأكل ابنه، أكيد في نظام، في توعية، في كميات، لازم يأكل شوكولا، لازم يأكل، لكن هاي الكميات تكون بقدر المفيد وليس بقدر الضرر اللي حكينا فيه بالأمراض اللي ممكن تصير بزيادتها. فبس تعلمها من طفولته، والأم بأريحيتها بعلاقتها مع ابنها والأب بعلاقة، فبصير الطفل بيتعلم انه الزايد من هي المواد هي مضرة. لا بالعكس، بلاقي في اطفال الاهالي، في بعض الامهات ما بتحب السكر وهن النادرات، بصير ابنهم مثلها ما بيحب السكريات، بيحب المالح اكثر. يعني ممكن هي الضوابط من الصغر تعمل سيكولوجية لجسم الطفل، يعني بصير يعني هو بس يكبر يرفض تماما اي شيء، مو يرفض هلا جسمه سيكولوجية جسمه بتصير بنحب السكريات مني وجري، بحبش الحلو، لكن في توازن. يعني مثلا بالأعياد ممكن أنك تروحي تتضيفي كذا، الإنسان لازم يضبط نفسه إلى حد ما. السكريات البسيطة مثل ما قلت هي مضرة، الفواكه كترة بسكرياتها صحيح فيها ألياف وفيها فيتامينات، لكن كترة كمان قد يكون مضر في بعض الأحيان، وخاصة عند المهيئين للسكريات. هي كمان يعني بصير اضطراب بالعمل الجلوكوجين المخزن للشحوم والدسم في الجسم، وهذا الشيء بيؤدي إلى تشحم على الكبد، بيؤدي إلى اضطرابات أخرى. النظام الغذائي شغلة معقدة إلى حد كبير، كل إنسان بحسب أمراضه القلبية الكبدية الاستقلابية بحسب المورثات لازم يكون في نظام غذائي يعني بآلية معينة. نحن لسه عنا ثقافة النظام الغذائي شوي بعيدين عنها، يعني ناخذ استشارات غذائية بعيدين عنها، لكن بالعموم لازم ننوع النظام الغذائي. لازم يكون عندي بالطعام للأطفال البروتينات من البيض من الحليب من الأجبان، البروتينات أخذها من المصادر الحيوانية أو النباتية، الفول الحمص يعني المصادر الطبيعية. الدسم لازم أخذها من زيت الزيتون، من بعض الشحوم الغير مشبعة الغير ضارة للجسم. فهون لازم أنا يعني نوع وأعرف شو عم أعطي المصادر الغذائية حتى ينمو الطفل بالشكل السليم. السكريات ممكن أخذها من الفواكه، حتى أخذها من المربيات، حتى أخذها من العسل، حتى أخذها من الفواكه. وممكن أنه إذا كان في بعض المشروبات أني ضيفة للطفل. أنا إذا عودت ابني على تخفيف الأبيضان مثل ما بيقولوا الملح والسكر من الطفولة، أنا حافظت على نمو سليم وصحي من أمراض كثيرة طول حياته. أكيد. الأبيض الثاني هو الملح، وهو كمان ضار جدا، وهو أحد المنكهات الغذائية يلي بنستخدمها. يعني الشيبسات فيها أملاح مخيفة، وهي منكه مع بعض البهارات وبعض الشغلات. إذا الأبيضان هم ضاران بشكل مخيف على بنية الجسم من الطفولة حتى الكهولة حتى الحياة كاملة. فقد ما فينا نحن لازم نعطي الثقافة الغذائية لأطفالنا من بداية حياتهم بأريحية، ونحن نعود حالنا في بيوتنا
انه نخفف من الابيضان باستخداماتهم بالمواد الغذائية حتى يطلع سلوكية أطفالنا بالتنمية بالنمو عندهم وبالعادات الغذائية تكون صحيحة. أكيد. يعني دكتور مثل ما قلت حضرتك كمان تناول الملح زيادة كمان هو له آثار ضارة جدا مثله مثل السكر، ولكن يمكن بالسكر شوي ممكن نلاقي بدائل من الفواكه أو من غير مواد بأنه ناخد سكريات غير ضارة للجسم، ولكن الملح شو البديل ممكن يكون؟ نعرف في ناس ما بتقدر تستطعم الأكل إذا ما حطيت سلوك. هو السلوك، شوفي سبحان الله معجزات الله عز وجل. أنا دائما بحب أعطي أمثلة من معجزات الله عز وجل. نأخذ البيضة المسلوقة، ولي ما فيني أكلها بلا ملح يا لطيف، نقسمها وندرس شو فيها. فيها ملح الصوديوم المناسب لحتى إذا أكلتها أخذ فوائدها كلياتها. فيها البروتينات المناسبة، فيك الدسم المناسب، فيها الفوسفور. إذا التركيبة ربك سبحانه وتعالى حاطط فيها الآلية الفائدة للجسم. بس ضفت ملح عليها ما عاد أخذ الفائدة منها الكاملة. شوفي سبحان الله. فنجي للبندورة فكها وبقعد بدرسها بمركباتها، فيها أملاح الصوديوم والبوتاسيوم وفيها الكلس وفيها فيها الفيتامينات البي وفيها، إذا موجود فيها الفوائد تبعها، بس ضفت عليها خففت من آلية الفائدة منها. أنا بس اقتنع أنه بمعجزات الله أنه كل مادة غذائية ربك عاطيكي فيها ما لازم يكون فيها من الأملاح المفيدة لجسمي أنا ببطل ضيف. لكن هذا صعب جدا، مستحيل السيدات بالبيت ما يكتوا ملح، والرجال بالبيت إذا المملحة مو موجودة على الطاولة بيعمل مشكلة. هي منكهات سلوكية تعودنا عليها. يعني نحن تعودنا على الملح، ونحن تعودنا على السكر، ونحن تعودنا الشاي بلا سكر ما بتنشرب، والعصير بلا إذا ما ضفت له وحليته ما بينشرب، وإذا رحنا لعند فلان تبع العصائر لازم يحط له 3-4 معالق سكر و3-4 معالق نسلة محلى وشو بيعرفني وشوكولاتة. في ناس بلشت تستخدم شوي يعني أنواع أخف من السكريات مثل السكرين اللي بيستخدموه، كمان له أضرار استخدامه المديد. في دراسات مرة بتقلك له أضرار ومرة بتقلك ما له أضرار. أنا دائما التوازن بشرب بابا، لكن التوازن جميل. يعني بس تشوفي شباب طالعة بأول حياتها انه فكر انه هي طاقه للرياضه، بتلاقي بده راي انا على النادي قبل ما اروح على النادي بيجيب لك كاسه هالقد معبها صوص للشوكولا وابيض وشوكولا عادي، وبعدين العصائر فوق او بقى شو اسمه السكر الاخر المنكهات السكريه قشطه وعسل مكسرات يعني هلا المكسرات وهذا مفيده جدا، لكن الخلطه الخاطئه وبينبسطوا بحاله. فيعني التوازن جميل، التوازن بالنظام الغذائي هو الافضل. ممكن رش الملح، ما فيني نقول امنع الملح مستحيل، لكن اخفف من الابيضان بما استطيع حتى ينمو الجسم بالشكل السليم. المكسرات ما لها علاقه يا سلمى، المكسرات جدا مفيده باعتدال باعتدال. يعني كمان فيها دهون اذا زادت عن حد الدهون الدهون اللي فيها مشبعه مفيده جدا، الغير مشبعه فمفيده جدا للجسم. الجوز مفيد، الكاجو، بس هلا اسعاره صار بتخوف. لا وليش بيقولوا اذا اكل منهم كثير واحد بيسمن يمكن لازم بالعدد يمكن يعني زيوت. هلا بالعدد من التمر بيقولوا لك، بالعدد من التوازن حكينا اول كلمه انه التوازن. مو حط لي كيلين كاجو واقعد اكلهم كلياتهم. اولا اسعاره، لا الكاجو كمان مثل التمر يعني 5 حبات أو 7 حبات. يعني دائما التوازن يعني 5 حبات من الكاجو. الجوز جدا مفيد، الزيوت تبعه كمان. عده قطع من الجوز، من اللوز، من الفستق الحلبي. الحمد لله يعني بلادنا فيها نوع من انواع المنوعات الغذائية اللي بتخلي التوازن الغذائي جدا جميل، إن كان من الفواكه ولا من مثل ما تفضلت من اللقلوبات بدي سميها مفيدة جدا. البذورات بكتروا لها ملح بصراحة. الضغط عم نشوفه عند الشباب بأعمار مبكرة، فهذا الشيء بسبب الأملاح اللي بياخدوها الزايدة، حبس السوائل بصير عنده، بصير اضطرابات بتصفية الكلية، بصير اضطرابات بالأوعية الدموية، وممكن تؤدي إلى ارتفاع بالتوتر الشرياني وإصابات قلبية وما شابه. فإذا دائما نحن نوازن في الطعام حتى
بالبذورات والقلوبات، يعني محط لي كيلو بذر وعود أكله، الملح تبعه سيء، كمان كتر أي مادة دهنية أو شحمية على الجسم بتأثر على هذا الجسم. بتلاقي واحد نحيف بيقول لك والله أنا باكل لية خاروف وما بيصير لي شيء، مو معناته جسمه أحسن من السمين، لا، ممكن يصير عنده أمراض كوليسترول، ارتفاع بالكوليسترول وارتفاع بالشحوم وأمراض تصلب أو أوعية دموية أكثر من يلي صحته سمينة. فإذا ما نقول إنه هذا نحيف ممكن إنه شو ما أكل ما يخاف، لا، الجسم عنده استقلابه بتلعب فيه 100 شغلة بمعجزات الله عز وجل، ومنها الغدد وما شابه ذلك. فمو شرط اللي عنده زيادة في الاستقلاب معناته هو بعيد عنه الأمراض، لا، بالعكس ممكن ينصاب بالأمراض القلبية أكثر من البدين، وممكن ينصاب بالهشاشة العظمية أكثر من البدين. صحيح. فلذلك لازم دائما ما نربط السمنة بأنه يلا أنا بحق لي أكل شحوم وبحق لي أكل سكريات. دكتور بس أكل، خلينا لأنه الوقت كتير داهمنا، شوية زيادة توعية لزيادة السكر للأطفال قدي ممكن تكون خطيرة لتحريض الكانسر عندهم، ممكن إلى علاقة كتير يعني الخطورة، حكينا بس عن مدى الخطورة ولا بشكل سريع؟ بالمختصر أخذ السكريات الكتير بيخفف من الجهاز المناعي وبتؤدي إلى تكسر الكريات ممكن بشكل غير نظامي، وممكن تؤثر على بنية الكريات. والسكريات بتساعد على أولاً الجهاز الهضمي، بتصير بتدوب الذغابات المعوية فبيأثر على حركة الحوية تبع الأمعاء وامتصاص المواد الغذائية، بتأثر على بنية الخلايا، فممكن أنه تزيد من نسبة ارتفاع خلل نمو هالخلايا هاي واستقلابها، ويؤدي هذا الشيء إلى أمراض سرطانية لا سمح الله. السكريات كثرة مضر جدا للجسم إن كان طفل أو كان كبير. نتمنى من الأهالي الكرام اللي عم يسمعنا أنه ما يعتبر أعطاء السكريات هي يعني شيء جيد للطفل، نوازن بأطعمة الأطفال، لأنه بناء الجسم السليم وإبعاده عن الأمراض القلبية والسكرية والسرطانية والمناعية والعقلية هي بالتخفيف من السكر الأبيض والسكريات المصنعة يلي ممكن تؤثر على بنية هذا الجسم. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكرك دكتور قصي، ومثل العادة كل هالمعلومات المفيدة اللي بتقدمنا إياها، شكراً لك. شكراً لكم، وصباحكم حلو وجميل بهالصيف الجميل بهالعطلة الطويلة للأطفال. متمنى ما تكون أحد إنه نعطي أطفالنا السكريات حتى نبسطه، لا بالعكس، لا، يعني نعطي أطفالنا التنوع الغذائي الجميل يلي حتى ينمو أطفالنا أكيد بشكل سليم، وتضل بسمتهم هي جمال حياتنا وهي الطاقة الإيجابية للأسرة كاملة. وشكرا لكم. أكيد. شكراً. بالنهاية السلامة للجميع، وشكرا لك دكتور. شكرا لكم.